بفضل الله ومنته وردا على مجازر عصابات الأسد وشبيحته في البيضة وجزيرة الفضل وثأرا لكل شهدائنا ومعتقلينا في سجن صيدنايا. قامت عناصر سرية الخضر للمهام الخاصة التابعة للواء الصادق الأمين وبالتنسيق مع سرية علي بن زياد التابعة للواء أمن العاصمة بعملية نوعية عالية الدقة والحساسية، تم من خلالها نصب كمين للمجرم العميد طلعت محمد محفوظ قائد سجن صيدنايا، أدى إلى قتل العميد المجرم طلعت وبعض مرافقيه وأسر مدير مكتبه المساعد أول إبراهيم إدريس مع عدد من المرافقة الخاصة به، وسنوافيكم باعترافات الأسرى لاحقاً.